السلام عليكم يا شباب. الفيديو ده بخصوص تحديث 1.0 واهم الاضافات اللي هتنزل فيه. اول حاجه حاليا احنا في نسخه بابجي موبايل البيتا. بالنسبه لميعاد التحديث، ميعاد التحديث هيبقى يوم 8 من شهر 9. بالنسبه لمود الزومبي، مود الزومبي نزل في تحديث نسخه البيتا، نزل بشكل رسمي وهينزل عندنا في التحديث اللي هو 1.0، بس احتمال مش مع التحديث، هينزل مع الهالوين اللي ممكن يكون في شهر 10. بس كل الاحداث اللي نزلت والانجازات بتاعته، كل انجازات مود الزومبي هترجع تاني، اللي فايته انجازات ممكن يقدر يخلصها. تمام، بالنسبه للمود، المود اتغير بشكل كامل واتضاف عليه حاجات جديده. تمام، ده شكل المود والاشكال الجديده اللي اتضافت عليه. بالنسبه للشير بارك، الشير بارك اتضاف عليه اضافه جديده ان انت ممكن تعمل فايت مع حد، او اللي هي الكويك درول اللي بتعملها في الشير بارك. تمام، بس الكلام ده بيبقى جوه فايت، مثلا عباره عن راوندات، 3 راوندات، اللي بيكسب ال3 راوندات هو او راوندين منهم هو اللي بيكسب الجيم. تمام، عبارة عن زي حلبة كده بتعليق، بعد كده بيظهر النتيجة فوق على الشاشة، بس مجرد اللي بيكسب اسمه بيظهر فوق. فاحتمال دي ممكن يكون ليها نقط او تايتل زي اللي موجود عندنا في الشير بارك حاليا. تمام، ومن اضافات الشير بارك تاني برضو اللي هي الجزيرة. الجزيرة دي موجودة في المكان اللي هو في المية، كان المكان ده موجود فاضي بس اتضاف عليه الجزيرة الجديدة دي. تمام، الجزيرة دي عبارة عن زي مركب وأشكال خاصة، الشجر ده خاص بخريطة ليفك. تمام، واتضاف عليه اللي هي المرجيحة الجديدة دي، بيقعد عليها أكتر من حد، يعني مجرد ما بتروح عندها بتدوس عليه يوز بيتحرك بالشكل ده. تمام، دي اتضافت في المكان اللي موجود في المية، اتضاف عليه جزيرة بقت موجودة خاصة بالشير بارك بس. تاني حاجة بالنسبة لسلاح التومي، سلاح التومي اتضاف عليه تقدر تحط عليه سكوب ريد دوت او سكوب الهولو. تمام، طبعا الكلام ده هيفيدك بالنسبة للتومي، لما كنت بتيجي تفتح سكوب ما كنتش بتقدر تضرب لان ما بيبانش الايم بتاعه، بس فالايم بتاعه هيبقى احسن واثبت بكتير. تمام، بعد كده بالنسبة للعربية، او انت بتركب تغير مكانك جوه العربية، تقدر دلوقتي تتحكم في مكانك، تتحكم انت هتقعد في انهي كرسي، مجرد ما بتدوس ضغطة طويلة بتقدر تغير مكانك. من الأسلحة الجديدة اللي هتضاف على اللعبة سلاح الشوت جن الام 1014. تمام، ميزة الشوت جن ده ان هو 7 طلقات، ال7 طلقات يعني مش بتحتاج بان انت كل ما تضرب طلقة او طلقة ان انت تعمر الشوت جن، لا ممكن الشوت جن يضرب اوتو. طبعا من الأسلحة القوية، الدمج بتاعها قوي، ما بيعمرش طبعا بين كل طلقة وطلقة، السلاح بيضرب اوتو معاك. تمام، بالنسبة للايم بتاعه، الايم بتاعه طبعا ثابت، انت بتفتح الايم كده ممكن تحط عليه سكوب. بعد كده الاضافات اللي اتضافت على التريننج او ساحة التدريب، طبعا ساحة التدريب اتضاف عليها اضافة جديدة ان انت ممكن تعمل تريننج خاص، يعني انت ممكن تتحكم في الالواح اللي بتتحرك، سواء السرعة بتاعتها، سواء المسافة، يعني قوة تحملها. مثلا اللوح اللي قدامك ده يبقى ليه دامج معين، كأن اللوح ده مثلا فيست عليه فيست 3. تمام، ممكن تختار الهيلث بتاع اللوحة نفسها، سرعة التحرك بتاعتها، كل ده تقدر تختاره في التريننج الجديد. تمام، مجرد ما بتبدأ تريننج بيبدأ معاك، سواء بيحسب لك الضرب بتاعك سواء صح انت مختاره هيد شوت لا او لا. تمام، بيبدأ يحسبه صح او غلط، فانت بتراجع بقى الحاجات اللي ناقصالك وتشوف انت ايه الاخطاء اللي عندك. تمام، بعد كده برضو بالنسبة للتريننج الخاص بالنيد، بقى النيد نفسه ليه تريننج معين، مجرد ما تخش على التريننج تقدر تتحكم بقى، سواء تبعد الهدف اكتر، الناس اللي بتلعب على هاشتاج الجرينيدر. واتضاف ساحة جديدة في التريننج، مجرد ما انت بتخش التريننج بتلاقي الساحة دي اتضافت جديدة. طيب عن الساحة دي عبارة عن ايه؟ الساحة ان انت تقدر تتحكم، يعني زي مستويات، ان انت بتقابل ناس او بوتات قدامك، مش ناس، مش لعيبة حقيقية. تمام، كل ما بتقتلهم بيعلى الليفل، بيبقى الليفل المستوى بتاعهم اعلى، بيبتدوا يتحركوا، بتلاقي الصعوبة بتاعتهم اقوى، الدمج بتاعهم بيعلى. تمام، كل ده بتختاره من اللوحة اللي بره، سواء انت عايز مستوى عالي او مستوى قليل. بالنسبة لخريطة الرنج الاتنين، طبعا ده المود الجديد اللي هينزل، مود الاي سي يونيون. مجرد ما بيطلب منك مهمات او الاحجار اللي موجودة معاك، بتعمل مهمة وتروح مكان على الخريطة، مكان زي ده بتاخد لوت من المكان ده، مجرد ما بتعمل علامة صح عليه بتدوس على كلمة ريديم وبتقدر تروح للمكان ده. قائمة الأصدقاء عندك، تبدأ الماتش، تختار المود نفسه، بقى في قائمة هنا تقدر تخش من على الكلان على الكرو،
القايمة اللي على اليمين. تاني حاجة شكل البروفايل، مجرد انت بتسحب الشاشة يمين او شمال بيتغير معاك، تخش الشوب تقدر تخش على البروفايل عندك. تمام، شكل البروفايل ان انت تقدر تضيف فيه، يعني مثلا لو عندك سكن العربية تقدر تعرض كل السكنات اللي موجودة عندك لغاية 3 سكنات. تمام، تقدر تضيف سكن هنا الأساسي بتاعك. بعد كده برضو تقدر تضيف تايتل عندك، سواء انت عندك تايتل أكتر من تايتل تقدر تحطهم في البروفايل عندك. تقدر تحط أكتر من سلاح، بس الحاجات دي بتتفتح بيو سي، يعني كل ما تفتح مثلا سكن العربية بيصرف معاك يو سي. تمام، ده بالنسبة لشكل البروفايل. تمام، خلينا نخش على السيتنج الجرافيك الجديد اللي اتضاف، جرافيك الترا اتش دي. تمام، مجرد ما بتخش هنا ده بالنسبة للجرافيك في جوه اللعبة، ممكن تختار سموث، ممكن تختار اتش دي ار، الالترا اتش دي اتضاف. تمام، بالنسبة للجرافيك ده انت تختاره عادي هتلعب بيه جوه الجيم. بالنسبة للوبي هنا ده الجرافيك اللي موجود في اللوبي عندك، يعني انت ممكن تختار الالترا اتش دي ده هيبقى موجود في اللوبي بس مش هيتطبق جوه اللعبة. تمام، الترا اتش دي بقى شكل اللوبي بس، هو الترا اتش دي. لكن مجرد ما تختار شكل جرافيك للعبة ممكن تختاره من الكومبات هنا، تختار الجرافيك اللي انت عايز تلعب بيه جوه الجيم. بعد كده بالنسبة للإنجازات أو شكل الإنجازات اللي اتغير. تمام، خلينا نخش على الميشن أشيفمنت. طبعا اضاف إنجازات جديدة وشكل الأشيفمنتات نفسها اتغير، أو الألقاب ده بقى الشكل الجديد للألقاب. تمام، كل الألقاب الجديدة. اخر حاجه بالنسبه لمود البايلود او مود الحموله 2، بالنسبه للمود ده طبعا هيتغير لانه هو بيتلعب في خريطه ايرنجل، وخريطه ايرنجل دلوقتي هيتعدل عليها كلها بشكل كامل. تمام، بالنسبه للمود ده هيتغير فيه اغلبيه الحاجات كلها، كل الحاجات اتغيرت بشكل كامل. طيب بالنسبه للتحديث، التحديث هينزل بس احتمال المودات دي مش هتنزل معاه في نفس الوقت التحديث، لا هتنزل بعديها شويه على شكل ايفنتات. يعني مود الزومبي احتمال ينزل في الهالوين، مود البايلود احتمال ينزل في اول التحديث او هينزل بعديه بشويه. المهم ان المودات دي هتنزل بس مش في اول التحديث. يعني بالنسبه لميعاد التحديث، ميعاد التحديث هيبقى يوم 8/9 بالظبط، التحديث الجديد هينزل. You're being attacked.